وللحديث عن تفشي الفساد في العراق وتغول سلاح الميليشيات على المؤسسات الحكومية تزامنا مع إحياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد، معنا من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعم الراوي. أهلا بك دكتور معنا. بداية، إلى أي مدى ترى أن حكومة السودان حققت إنجازات بالفعل على الصعيد الإداري ومكافحة الفساد وإنهاء إهدار المال العام؟ أهلا بك أخي مصطفى ولكل مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. المقاوم سيكتب التاريخ أنه أكثر فسادا وتلاعبا بالأموال العامة هي حكومة السودان، أكثر من بقية الحكومات التي سبقتها بالسرقة والإفلاس والاحتيال والكسب غير المشروع. فأعتقد هذه حكومة فاشلة بكل المقاييس، وعليه فإن الشعب العراقي مطلوب منه أن يزيح هذه الحكومة، بل هذا النظام الفاسد من أصله من خلال الإطار التنسيقي. نعم دكتور نعمة، هذه الثقة الزائدة والتصريحات الرسمية الإعلامية بعدم وجود شيء على الأرض، إلى أي مدى أحرج العراق دوليا؟ هل هو قادر بالفعل على لعب دور إقليمي وهو مدمر داخليا إداريا ومؤسساتيا؟ أستاذ مصطفى، يحتل العراق المرتبة 157 من الفساد من أصل 180 دولة. نعم. فكيف يلعب بهذا الشتمة؟ يعني مثل ما يقول بيتك مكسور أو بابك مكسور. نعم. وتريد تصلح به باب الآخرين، كيف يجوز هذا؟ هذا لعب في المصطلحات، لعب على الأساليب السياسية، على الزخون. نعم. ليس إلا الوضع الاقتصادي أستاذ الكريم. تفضل. وضع مزري من الناحية المالية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الإدارية، لكل فئة أو حزب يسرق بقدر ما يستطيع وليس هنالك. نعم. من محاسب. أقول لك أساليب الفساد اللي اخترعت في العراق: الرشوة، الاختلاس والسرقة والاحتيال، الكسب غير المشروع، الابتزاز والانتزاع، استغلال النفوذ. نعم. سوء استخدام السلطة. المحاباة والمحسوبية. نعم. كل هذه أخي الكريم تطبق في العراق. نعم. فمتى يكون محاربة للفساد؟ أيضا يعرف معجم أكسفورد الإنجليزي الفساد بأنه انحراف أو تدمير النزاهة في إداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة. نعم. فكيف نستطيع أن نبني دولة وبهذه المواصفات؟ دكتور أنا نعم. لا أعتقد. نعم. تفضل. أنه العراق قادر في يوم من الأيام أن يصبح دولة لها قيمة في المجتمع الدولي وليس في الإطار الإقليمي. نعم. لكن كيف تريد حكومة السودان الانتقال إلى بلد متطور إداريا وشفاف مؤسساتيا بإنهاء الفساد في ظل هيمنة الميليشيات بسلاحها وفرضها كوادرها على الحكومة؟ أستاذ الكريم، إذا التعليم فاشل، إذا الاقتصاد فاشل، إذا السياسة المالية فاشلة، إذا السياسة الوضع الاجتماعي فاشل، فمتى يكون هنالك تحسين أو تحسن في الإداء الحكومي والميليشيات مسيطرة على كل صغيرة وكبيرة؟ نعم. وتفرض الأتاوات وتفرض الحمايات وتفرض الأتاوات على الحدود. الحدود أخي الكريم
كلها تحت تصرف الميليشيات الطائفية القذرة. نعم. كلها بدون استثناء. وما على العراقي إذا أراد أن يدخل أو يخرج إلا أن يدفع. وين يذهب؟ ليس للحكومة، لجيوب هؤلاء الطائفيين المبتورين. هل يكفي مجرد الإقرار بوجود فساد في العراق لدى الأحزاب والحكومة؟ ما الذي ينقص لإعادة الاستقرار للبلاد مؤسساتيا وبالتالي اقتصاديا في ظل هذا الإهدار بالمال العام ونهب الثروات؟ تفضل دكتور. متى ما تكون هنالك دولة قائمة على أسس ديمقراطية، أسس اجتماعية، اقتصادية، وطنية، عند ذلك هنالك تكون دولة. الدولة ليس بالمحسوبية وليس من هب ودب. نعم. لازم تكون لديه خبرة ولديه إمكانيات الوظيفة التي يقودها أو يقوم بها. نعم. وليس ابن عمي وهو جاهل، أو أقاربي وهو بلطجي أو ميليشياوي وأجيبه وزير كما وزير التعليم العاد. نعم. هذه غير ممكن قيام دولة ذات إمكانيات في المستقبل. ولذلك أخي الكريم، لا أعتقد وبالمطلق نعم. ربما أبالغ، أنه لن تقوم للعراق قيام الدولة ذات إمكانيات. نعم. الآن إذا ما أردنا أن نتحدث عن آفة المخدرات وكيف تؤثر على يعني العمل المؤسسي وكيف تؤثر على عموم الشباب في العراق بحيث يخرج العراق من كبوته، دكتور هل لك أن تحدثنا بذلك قليلا؟ تفضل. جئت على مفصل أو نقطة حساسة وغاية في الأهمية، هي أنه مع الأسف الشديد ما يقارب النص كما قال ذاك وزير رئيس وزرائنا المطرود القبل هذا الإمعة، يقول نصف الشعب العراقي مخدر. بالله عليك، إذا نصف الشعب العراقي مخدر كيف نبني دولة؟ كيف تقوم دولة بإمكانيات العراق؟ هذه الإمكانيات الهائلة من عام 2003 إلى حد الآن. أنا أعتقد مجازفة كبيرة في حق العراق، ولعن الله أمريكا وبريطانيا عندما أتوا بهؤلاء القذرين ليحكموا ويستولوا على العراق. الأكاديمي والأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور نعم الراوي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.